بسم الله الرحمن الرحيم. قال سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. هنتكلم النهارده يا جماعه ان شاء الله عن موضوع مهم جدا اللي هو موضوع السيريبرال بولسي، وده كان بناء على طلب عدد كبير من الطلبه والساده الزملاء اللي هم انترستد في شغل الاطفال. احنا لنا منهج معين في دراسه السيريبرال بولسي. السيريبرال بولسي عشان انا الم الموضوع ده طبعا في كذا توبكس لازم اتكلم عنها، لازم اتكلم ادي باك جراوند على نيورو اناتومي ونيورو فيسيولوجي اوف ذا سي ان اس، لازم اخد الهيستوري والكلاسيفيكيشن والايتيولوجي بتاع السيريبرال بولسي، لازم اعرف الكلينيكال بروبلمز بتاعت السيريبرال بولسي، لازم اعمل البرزنتيشن بتاعت السيريبرال بولسي الديفورميتيز اللي بتبقى موجوده، لازم اشوف المايلستونز اللي انا ممكن اشتغل عليها، لازم ابقى عارف التكنيكس والمدارس المختلفه اللي اتدربت واشتغلت على السيريبرال بولسي. ده احنا ان شاء الله البوينتس اللي احنا ناويين نغطيها في موضوع السيريبرال بولسي. موضوع شيق، موضوع مهم جدا، لان زي ما بقول لك ان في اوت بيشنت كلينكس شغاله بس على حالات السيريبرال بولسي. فانا الموضوع ده مهم بحيث لو انا درسته كويس، خدت فيدباك كويسه عن السيريبرال بولسي، عرفت ايه الكوزز او لميت الموضوع بتاع السيريبرال بولسي ده كويس، فانا كده خدت طريق مهم جدا في البيدياتريك ريهابيليتيشن. السيريبرال بولسي منتشر في الانستنس بتاعته بتتراوح من 3 في ال 1000 لايف بيرس، موجود في كل السيتويشن، موجود في كل الاماكن اللي هي ملوش دعوه بالكانترز، في كل الكانترز موجود فيها حالات سيريبرال بولسي. السيريبرال بولسي مش اكتشف من 5000 سنه قبل الميلاد في حالات زي ما هنشوف معانا في البرزنتيشن مدونه على الانشنت ايجيبشن، موجود في حالات سيريبرال بولسي بصور معينه هنعرفها. السيريبرال بولسي ليه كذا اسم، سيريبرال انسل، سيريبرال اتروفي، برين دامج، برين اتروفي، كل دي ديفينيشن ايكوال 1 ايتم اللي هو السيريبرال بولسي. السيريبرال بولسي ليه مالتي ديفينيشن، في كذا لاين اوف تريتمنت، في محتاج من الموضوعات اللي هي مهمه اللي هي بتحتاج كذا تخصص او كذا سبيشاليست ان هو يشتغل فيها. السيريبرال بولسي موضوع مهم جدا، لازم ابقى عندي فيدباك زي ما قلت لك، الاناتومي نيورو اناتومي، الفسيولوجي نيورو فسيولوجي، لازم اعرف الايتيولوجي بتاع الكيس، لازم اعمل ديفرنشال دياجنوزيس كويس لحالات السيريبرال بولسي، لازم ابقى عارف ابديت للاسسمنت بتاعتي اللي انا بستخدمها في حالات السيريبرال بولسي، لازم ابقى عارف اللاين اوف تريتمنت المختلفه اللي انا هستخدمها مع السيريبرال بولسي، لازم ابقى عامل ايفيدنس بيست لكل سكولز او كل مدرسه بتشتغلت مع السيريبرال بولسي. انا حابب اعمل ريفيو بسيط على قبل ما ابدا اتكلم في السيريبرال بولسي او ادي الديفينيشن بتاعه، لازم ابقى اعمل ريفيو طبعا النيورو اناتومي بتاعنا، ابقى عارف يعني ايه سيريبرال كورتكس وبيتكون من ايه سيريبرال كورتكس، السي ان اس عندي سي ان اس بيتكون من سيريبرال كورتكس وبيتكون من البرين ستيم وبيتكون من السيربيلم وبيزر جانجليا وبعد كده السباينال كورد. ابقى عارف، لازم ابقى عارف الفانكشن بتاع كل جزء منه، لازم ابقى عارف يعني ايه البيراميدال تراكت، يعني ايه اكسترا بيراميدال تراكت، لازم ابقى افرق بين الابر موتور نيرون ليجن واللور موتور نيرون ليجن. ما ينفعش ابدا موضوع السيريبرال بولسي ما يكونش عندي البيزكس دي، لازم ابقى عارف انا بتعامل مع ايه في كديزيز، بحيث ان انا لما يجي لي ليجن قول لي مثلا الليجن في البيراميدال كورتكس او الليجن في الفرونتال اريا او الليجن الاوكسيد او
بمنطوق بمنهج ثاني. لو انا قلت الحاله دي مثلا، الحاله دي بلايند، والحاله دي سباستيك، الحاله دي عندها سنسوري ديفكت، الحاله دي منتالي ريتاردد. ليه انا بشوف حالات الاقي الحاله مثلا منتالي ريتاردد ومعاها موتور ديسابيلتي، الحاله دي ديف وبلايند ومعاها موتور ديسابيلتيز؟ لازم ابقى مفرق. كل ده بيرجع للليجن، الاريا اللي هي افكتد. طالما الاريا اللي افكتد المسؤول عن الفانكشن دي حصل لها ليجن، يبقى انا كده الفانكشن بتاعتها لوس. اكوردنجلي سيمتومز، الحاجات اللي هي كل ما زاد الاسوشيتد ديس اوردر في حالات السريبرال بولسي، كل ما كانت الحاله كومبليكيتد. يعني الحاله بس اللي هي عندها موتور ديسابيلتيز بس، يبقى دي البروجنوز بتاعها مور بيتر ذان كيس انذر كيس في اهاب موتور ديسابيلتيز اند اسوشيتد ديس اوردر زي الابيليبتيك فيت او المنتال ريتاردد او الفيجوال بروبلم او الاديتوري بروبلمز. كل ده كل ما زاد الليجن، كل ما زادت السيمتومز، كان كل ما كان الليجن ماسف واخد اريا كتيره ومحتاج شغل كتير مني. زي ما قلنا ان السيرفر بوتسي محتاج مالتي ديسيبلين، مالتي تيمز، تيم وورك شغال مع بعض، في البيدياتريشن، في النيورولوجيست، في الفيزيكال ثيرابي، في الاوكوبيشنال ثيرابي، في السبيشال ادوكيشن، في السبيتش ثيرابي، في الاورثوتكس. ما ينفعش الفيزيكال ثيرابي يشتغل لوحده، ولا البيدياتريشن يشتغل لوحده، ولا النيورولوجيست يشتغل لوحده. لازم محتاج مالتي تيمز، ولازم يبقى فيه كوبريشنز بتوين ديفرنت بارت اوف تيم. ما ينفعش الحاله تبقى ديستربد بتوين ديفرنت تيم. لازم يبقى فيه بلان اوف تريتمنت محطوطه كل اند ري اسسمنت ل اتش تشايلد افري 3 مانس ات ليست. لما هنشوف برضه ازاي انا بستخدم الاسسمنت وبعمل ري ادجستمنت للبلان اوف تريتمنت بتاعتي للحالات ديت. موضوع السيريبرال بولسي موضوع زي ما قلنا موضوع مهم جدا، لازم يبقى عامل عليه كنترول كويس. زي ما قلنا احنا هنبدا نقسم فيه بالتدريج كده مراحل مختلفه. هنعرف الباثولوجي، هنعرف الايتيولوجي، هنعرف السيمتومز، هنعرف الساين والسيمتومز بتاعته، هنعرف الكلينيكال بروبلمز، هنعرف الرول اوف فيزيوثيرابي، هنعرف السيريز، الديفرنت سيريز للسيريبرال بولسي. زي ما قلنا هنبدا النهارده نعمل ريفريشمنت للمعلومات اللي هي احنا واخدينها البيزكس بتاعتنا نيورو اناتومي ونيورو فيسيولوجي، بحيث ان انا لما يجيني حاله ابقى عارف الليجن ده سببه ايه، او ايه الديفرنشال بيتوين كيس. حالتين مختلفين، الاثنين سيريبرال بولسي. السيريبرال بولسي بس حاله فيها بلايند والحاله ديف، وحاله ثانيه ايفن بس موتور بروبلمز. الاثنين سيريبرال بولسي بروجنوزس ديفرنت، فيري ديفرنت بتوين تو كيسز. وات از ذا كوز، وات از ذا ايتيولوجي؟ لازم ارجع للباك جراوند اوف باثولوجي للتو كيسز عشان ابقى عارف. لازم ابقى لما اعمل اسسمنت للحاله ناخد الهيستوري بتاعها، اعمل اكزامينشن صح. لازم عشان احط البلان اوف تريتمنت بتاعي، الحاله دي هتتطور ازاي، هتبقى كويسه، هتبقى محتاجه شغل كتير، هتبقى محتاجه انتنسيف فيزيو ثيرابي، لا الحاله الثانيه هتبقى محتاجه ريجولار اوبزرفيشن بس. ده اللي بيفرق حاله عن الثانيه في حالات اللي هي السريبرال بولسي. فانا ده الرؤيه بتاعتي ان انا وانا بحضر للسريبرال بولسي لازم الطالب بتاعي او الزميل اللي هو اشتغل في حالات السريبرال بولسي لازم يبقى عنده باك جراوند في النيورو اناتومي والنيورو فيسيولوجي عن قبل ما يبدا يدرس يعني ايه سريبرال بولسي. وده اللي هنشوفه مع بعض في المحاضره ان شاء الله. يبقى ده اول حاجه هناخد يعني ايه معلومات بسيطه كده ان انا بدرس يعني ايه سيريبرال بولس. لما اجي هنا واشوف ادي البرين، البرين ده ذا لارجست اوف نيرف تيشو اوف ان ذا بودي.
الاثنين ان ذا برينيال كافيتي الويت اوف ذا برين ان ميل اند فيميل بيختلف. الميل 1030 80 جرام والفيميل 1.2 كيلو جرامز. ده الويت. ادي لو احنا شفنا ل داتشر في سي ان اس بيتكون من اللوبس السنترال الفرونتال لوب والتمبرال لوب والاوكسيبيتال لوب والبرايتال لوب. لازم اتعالج برضه في بيتوين السنترال سالكس موجود بين البرايتال والفرونتال لوب. وادي اللاترال سالكس موجود بين الفرونتال والتمبرال لوب. وادي تحت السيربيلم. وادي هنا تحت الميد البرين ستيم اللي هو بيتكون من البون والمدلله البنجاتا والسباينال كورد ظاهر تحت اهوت. يبقى الميد برين والبون والمدلله البنجاتا. هنشوف ان ديتيل. ادي كل اريا. لو انا شفت الموتور اريا او الفرونتال اريا في البري موتور اريا والبري موتور كورتكس. وادي الموتور اريا 4 والموتور اريا 6 وفي السنسوري اريا 3 1 2 واسوشيتد سنسوري اريا. كل اريا من دول لها فانكشن معينه لازم ابقى عارفها ان ديتيل ولازم ابقى اخد بالي منها. لان لو حصل ليجن مثلا في الموتور اريا 6 بيأثر على الماسل تون وبيأثر على الموتور ستابيليتي والطفل ده ما بيقدرش يعمل انيشيشن للفولنتري موتور اكتيفيتي. لو حصل في الاسوشيتد اريا بيأثر على سوماتو سنسوري اسوشيتد اريا يعني ما بيقدرش يعمل ديسكريمينيشن للاوبجكت اللي هي عنده. وزي ما قلنا لو حصل مثلا فيجوال اسوشيتد اريا دي حصل فيها ليجن ما بيقدرش يعمل ديسكريمينيشن للاوبجكت اللي هو شايفها. هو بشوف بس ما بيقدرش يعمل اكسبلينيشن للاوبجكت اللي هو قدامه. التمبرال لوب برضه نفس الموضوع. طيب الفيجوال اريا سيتويتد ان ذا اوكسيبيتال لوب والاوديتوري اريا زي ما قلنا موجوده في التمبرال لوب والفاكتوري اريا موجوده في التمبرال لوب. وده ده ستاتوري اريا برضو اللي هي التاست المسؤوله عن السنسيشن اوف تاست. دي موجوده في اباف اللاترال سالكس والامبلس فروم سنسوري ريسبتورز ان ذا تاست بادز ار ريسيفد اند ريسيفد تاست. يعني يقدر يميز الطعم بتاع الحاجات. كل الحاجات دي معلومات احنا المفروض ان احنا دارسينها. ادي الفانكشنال اريا ان ديتيل. ادي البرايتال لوب. ادي الفرونتال لوب وموجود فيه الموتور اريا 4 و6 زي ما قلنا. ودي خاصه بالسكليتال ماسل موفمنت. يعني لو حصل هنا ليجن الطفل ده ما بيقدرش يعمل الفولنتري موتور اكتيفيتي وبيأثر على الماسل تون وبيأثر على الاكتيفيتي اوف ابر اند لور ليمب ماسل. البرايتال لوب بيحتوي على سنسوري اريا وده لو حصل فيها ليجن بيأثر على السنسيشن والبرسبشن بتاع الاوبجكت زي ما قلنا الاوديتوري والتمبرال لوب. التمبرال لوب موجود في الاوديتوري اريا والاوديتوري اسوسيشن اريا والاوكسيبيتال لوب موجود في الفيجوال اريا. طيب لو حبينا نعرف ان ديتيل الفانكشن بتاعت السريبرال كورتكس. ايه الفانكشن بتاعت السريبرال كورتكس؟ زي ما قلنا سنسوري بيرسبشن ده في البرايتال او السنسوري اريا. الفولنتري كنترول اوف ذا موفمنت والبيرسونال ترايل واللانجوج ده موجود كله في السريبرال كورتكس. هو مسؤول عنه سواء كان بقى الليجن زي ما قلنا في التمبرال او البرايتال او الفرونتال او الاوكسيبيتال. طيب البيزل نيوكليا. البيزل نيوكليا ده مهم جدا. البيزل نيوكليا موجود اللي بتعمل ايه؟ البيزل نيوكليا بتعمل انهبيشن للماسل تون. يعني لو حصل فيها ليجن بيؤدي الى اكزاجيريتد التون. تاني حاجه بتعمل كوردينيشن اوف سلو سستيند موفمنت سبريشن اوف ان يوزد باترن اوف موفمنت. طب السالاموس او الداينكيفالون سالاموس والهايبوسالاموس ريلي ستيشنز فور اول سينابتيك انبوت اكرود اويرنس اوف سنسيشن
some degree of consciousness role on motor control. طبعا السلامس برضو ليه رول في الموتور كنترول زي ما هنشوف بعد كده. الهايبوثالامس ريجوليت الميني هوموستاتيك فانكشن such as temperature control والثرست والفوت انتيك والامبورتنت لينك بتوين ذا نيرفس اند اندوكراين سيستم. ده الهايبوثالامس واكستنسيف انفولفمنت ويز ايموشن اند بيهيفيرال باترن. وده بنشوفه لو حصل ليجن هنا بيؤدي ان الطفل بيبقى هايبر اكتيف ديسوردر. بيبقى هايبر اكتيف ليه؟ ان الكنترول بتاع الموتور اكتيفيتي حصل فيه لوس. السيربيلم ده الخاص بالمينتين اوف بالانس والهانسمنت اوف ماسل تون والكوردينيشن واند بلينينج اوف سكيليتال سكيلد فولنتري ماسل اكتيفيتي. يبقى انا عندي دلوقتي الاريا دي لازم بقول ليه الفانكشن بتاع كل واحد من دول عشان لو حصل ليجن يبقى لقيت الام ار اي او الاسسمنت اللي اتعمل حصل الليجن موجود في البرايتال او الموتور او الاوكسبت يبقى عارف المانيفستيشن من غير ما نشوف الحاله. طبعا كل ده سي ان اس ريبرال كورتكس بيزل نيوكلياي سالاموس هايبوثالاموس سيربيلم برين ستيم اللي هو بيتكون من الميد برين والبونز والمدلة اوبلونجاتا. طبعا دول اوجينيت ذا ماجوريتي اوف ذا بريفرال كرينيال نيرف. ال 12 كرينيال نيرف بيتحكم فيهم. احنا عندنا الفيرست والسكند كرينيال نيرف طالعين من الهاير سنتر. بعد كده البرين ستيم بيتحكم بقى في الكرينيال نيرف ال 12 الكارديو فاسكولار ريسبيراتوري اند دايجستيف كنترول سنتر ريجوليت اوف ماسل ريفلكس انفولفمنت ويز اكيليبريم اند البرتشر. ده ان ديتيل. لو احنا بصينا تاني على الاريا زي ما قلنا ادي الداينكيفالون بيتكون من السلاموس والهايبوثالاموس سيربرال سيربرام او السيربيلم في اللي هو السيربرال كورتكس. بعد كده الميد برين والبون والمظله. بعد كده السيربيلم تحت ده الفانكشنال اريا او الاناتومي او نيورو اناتومي بتاع السي ان اس. البريزنتيشن لكل اريا في البرين accordingly الفانكشنال اكتيفيتي بتبقى واخده السايز بتاعها زي مثلا الهاند والفينجر والثامب واخدين مساحه اكبر. بالتالي لما بيحصل ليجن اخر حاجه ترجع هم دول لان الاريا بتحتاج وقت كبير عشان يحصل ريكفري او بيحصل ريهابليتيشن. التانج والفيس برضه واخدين مساحه كبيره في السريبرال كبريزنتيشن. طبعا انتوا عارفين الجسم ممثل اب سايد داون يعني الفيس تحت والفوت زي ما قلنا اب اهيت واخد كل الهاند واخده مساحه كبيره لان هي السكيلد موفمنت بتحتاج كذا نيرون عشان تشتغل فيها. الفيس والتانج برضو كسكيلد او سبيتش موفمنت محتاجه اريا كتير عشان تتحكم فيها وتؤدي النورمال فانكشن بتاعتها. ميجور بارت اوف ذا برين زي ما قلنا السريبرم والهايبوثالاموس والسالاموس والبون والسريبرم والسباينال كورد والبيتيوتري جلاند والهيبوكامبس وكل الحاجات دي. الاريا دي لازم نبقى عارفين الفانكشن بتاعتها زي ما قلنا. ده الفرونتال لوب والبرايتال لوب والاوكسيبيتال لوب والتمبرال لوب. الفرونتال لوب موتور برايتال سنسيشن اوكسيبيتال فيجوال تمبرال اوديتوري. يعني لو حصل فيها ليجن في اي مكان من دول تبقى انت عارف ايه الاريا اللي هي افكتد. السريبرم او السريبرال كورتكس ده اهم عضو فيهم. اللارجست بارت اوف ذا برين كومبوزد موستلي اوف وايت ماتر اولسو هاوس السريبرال كورتكس سين اوتر لاير اوف جراي ماتر هاي هاي برين فانكشن. الاكتيفيتي كلها او الكنترول بتاعه الفانكشن بتاعه الجسم كلها موجوده في السريبرم. طبعا عارفين ان هو بديفايد انتو تو هيمسفير وعارف ان الرايت بتحكم في الليفت سايد والليفت سايد بتحكم في الرايت سايد وفي ديب جروف سيبريتد الهيمسفير.
برضو البلاد سبلاي مهم جدا عشان هو اللي يتحكم لي بقى في الباثولوجي، لو حصل ستروك، لو حصل امبوليزم، او حصل هيموريدج، لما لازم اعرف البلاد سبلاي للبرين. عندي الباي كاروتيد ارتري، رايت اند ليفت انتيريور سيربرال ارتري، رايت والليفت بوستيريور سيربرال ارتري، الفيرتيبرال ارتري، البرين ريسيف 15% اوف ذا كاردياك اوتبوت. عارف يعني ايه 15% في الجسم كله محتاج؟ لان وانس حصل ليجن او ستروك او بيؤدي الى مانيفستيشن، والليجن اللي بيحصل فيه البرين بيبقى نون بروجريسيف، يعني لا يعوض، وبيحصل بيرمننت ديسابيلتي. الكلام ده برضو عم نوضحه كويس او في النيورال بلاستيستي، وانا بتكلم على النيورال بلاستيستي. هذه الارتريز بتاعت البرين، الميدل سيربرال ارتري والفيرتيبرال ارتري والكومن كاروتيد ارتري والارش اوف ذا اورتا. ده اي ليجن او اي ستروك او امبوليت هير بيتاثر على الفانكشن اريا اللي هي بتغذيها، وبيؤدي الى مشكله كبيره زي ما هنشوف بعد كده في الباثولوجي. الريجون بتاعت البرين زي ما قلنا قبل كده السيريبرال هيمسفير والدينكيفالون والبرين ستيم والسيربيلم، كل واحده لها فانكشن زي ما قلنا قبل كده، وكل واحده بتتحكم في كنترول اكتيفيتي للديفرنت بارت اوف ذا برين. واي ليجن هنا بيأثر على الفانكشن بتاعت البارت اللي هو بيتحكم فيه. هذه حاجة مخصصة للسباينال كورد، مضلة برونجاتا فوق البونز، وهذه الميد برين ومعاه السالاموس، وهذه البرين ستيم تجميع زي ما قلنا البون والمضلة والمضلة برونجاتا والميد برين فوق. ذا سيربيلم سيبريتد فروم برين ستيم باي ذا فورس فنتركل ريسيف سنسوري انبوت فروم ذا اي والاير والجوين اند ماسل، زي ما قلنا هو بيتحكم في البالانس والكوردينيشن والاكليبريم بتاع الجسم كله. واي ليجن هنا بيتحكم في الفولانتري موتور اكتيفيتي برضه، واي ليجن بيأثر على البالانس وبيأثر على الماسل تون. Send the motor impulse out the brain stem to the skeletal muscle. طيب الفرونتال لوب يبدأ ده central reasoning of planning, emotion, speech, problem solving. الفرونتال لوب يبقى أي ليجن أو أي طفل لاقي عنده مشكلة في في reasoning والplanning والemotion، يبقى أعرف إن الأريا بتاعت الفرونتال لوب هي اللي affected. زي ما قلنا البريتال لوب receive a sensory input from the skin. تاتش بين وبيعمل لها بيرسبشن، يعني ادراك للسنسوري ستيمولس اللي هي جات له. الاوكسيبيتال خاص بالريسيف انبوت فروم ذا اي، تمبرال هيرنج والميموري والسبيتش. زي ما قلنا قبل كده ذا باوندرز اوف لوب ار ماركت باي ذا ديب سالكاي، ذيس ار سنترال لاترال برايتال اند اوكسيبيتال سالكاي. طيب برضو من ضمن الحاجات المهمة اللي أنا لازم أبقى عارفها البيراميدال تراكت. إيه البيراميدال تراكت ده؟ ده البيراميدال تراكت أو كورتيكو سباينال، من اسمها كده طالعة من الكورتكس ورايحة للسباينال سباينال للسباين. Start in the motor center of the cerebral cortex وبتروح خصوصا للبري سنترال جايروس اوف ذا سيربرال كورتكس. والاكسونز اوف ذيس سيل باس تو ذا سيربرال كورتكس ان انترنال كبسول اند كونتينيو تو ذا ميد برين اند ذا ميدلا بلونجاتا. ان ذا لور بارت اوف ذا ميدلا 85% بيحصل لهم ديكاستيشن تو ذا اوبوزيت سايد، عشان كده احنا بنقول ان الرايت هيمسفير بيحصل بيعمل كنترول للليفت سايد اوف ذا بادي، والعكس صحيح. قلنا ان في 80 ل 85% بيحصل لهم ديكاستيشن للاوبزيت سايد. هذه البيراميدال تراكت زي ما قلنا بتطلع من السريبرال كورتكس وبتنزل تحت على بتعدي على الانترنال كبسول وبتعدي على البونز والميدلا اللور سايد اوف ذا ميدلا، بيحصل 85% منهم بيحصل لهم ديكاستيشن، وبعد كده بتنتهي عند السباينال نيوكليار اكوردنج للليفل اللي هي رايحه له او بتتحكم فيه. عندنا تايبس اوف موتور نيورون
طبعا ابر موتور نيرون وفي لور موتور نيرون. الابر موتور نيرون هم ماشي، واللور موتور نيرون بتبدا من الانتيرو هورن سيل للبريفرال نيرف للمسل. اللور موتور نيرون ار موتور نيرون لوكيتد ان ايدر ذا انتيرو جراي كولوم اند انتيرو نيرف روتس سباينال لور موتور نيرون to the cranial nerve or the cranial nerve nuclei of the brain stem and the cranial nerve lower motor neuron. The motor cranial nuclei and their axons, motor fibers, اللي هي من 3 ل 12 cranial nerve. زي ما هنشوف بعد كده ان شاء الله in detail. ايه الـ definition؟ لو حصل هنا destruction للـ lower motor neuron بنسميها lower motor neuron lesion. ده عبارة عن destruction of the motor motors which supply the muscle. Let's start from the anterior horn cells and end in the muscle. احنا قلنا الابر موتور نيورون ده واخد السي ان اس كله من السيربرال كورتكس والميد برين والبرين ستيم للسباينال كورد لحد لما نوصل نبدا بقى الانتيرو هورن سيلز للمسل. ده بنسميه موتور نيورون ليجن. لو حصل ليجن في اي مكان من دول يبقى ده لور موتور نيورون ليجن، لو حصل قبل كده يبقى ده ابر موتور نيورون ليجن. طب ايه الفرق بقى من ضمن الاسئله المهمه اللي احنا بنسالها؟ ايه الفرق الكومباريزون بين الابر موتور نيورون ليجن واللور موتور نيورون ليجن؟ السايت اوف ذا ليجن السيربرال هيمسفير، السيربيلم، البرين ستيم، السباينال كورد. طيب هنا الانتيرو هورن سيلز والنيرف روت والبريفرال نيرف والنيورو ماسكولار جانكشن. ده كل ده لور موتور نيورون ليجن وكل ده ليه خصائص معينه. المسل ويكنس هنا بيبقى كوادري بليجيا وهيمي بليجيا دايبليجيا بار بليجيا البروكسيمال مايوباسي او ديستال نيوروباسي. طيب المسل تون بيبقى هنا سباستيستي او ريجيديتي، اللي هنا المسل تون بيبقى هايبوتونيا. الفاسيكوليشن ما بيبقاش فيه فاسيكوليشن في الابر موتور نيورون ليجن، لكن بيبقى موجود في اللور موتور نيورون ليجن. طب التندر ريفلكس، لو انا عملت تندر ريفلكس الاقي اكزاجيريتد في الابر موتور نيورون ليجن هايبر ريفلكسيا وموجود هنا الهايبو ريفلكسيا. الابدومينال ريفلكس ابسنت في الابر موتور نيورون ليجن وبريزنت في اللور موتور نيورون ليجن. سنسوري لوس كورتيكال سنسيشن اكوردنج بقى لو في ليجن حصل في زي ما قلنا للسنسوري اريا اللي هي موجوده في السنسيشن فهيأثر على الكورتيكال سنسيشن. اللور موتور نيورون لو حصل طبعا بيحصل بريفرال سنسيشن لان البريفرال نيرف حصل فيه افكشن فبتؤدي الى سنسوري لوس او ابنورمال سنسيشن. الاي ام جي لو انا بعمل اي ام جي هنا النورمال نيرف كوندكشن ستادي تبقى نورمال كوندكشن ستادي ديكريزد انترفيرنس باترن اند فايرنج ريت. لكن هنا الابنورمال نيرف كوندكشن طبعا الكوندكشن فيلوستي بتبقى متاثره. الفاسيكوليشن بيبقى موجود فاسيكوليشن اند فابوليشن في الاي ام جي. طيب عايزين نعمل ديفرنشيشن بتوين البيراميدال والاكسترا بيراميدال. البيراميدال ايه الفانكشن بتاعت البيراميدال سيستم؟ سكيلفول فوليشنال موفمنت. الاكسترا بيراميدال فوليشنال موديليت الفوليشنال موتور موفمنت. الكونكشن دايركت لينك تو ذا سباينال كورد مالتي نيورونال اند مالتي سينابتيك فيا ديسيندنج تراكت. ده بيبقى كورتيكو بالبر اند كورتيكو سباينال. لا منها بقى ريترو سباينال ريبرو سباينال وليفرو سباينال اكوردنج للنيوكليوس اللي هي طالع منها دي موجوده في البيزل جانجليا. ده الكورتيكال بالبر ده بتاع الكرينيال نيرف. الكورتيكال سباينال بتبقى نازله على السباينال كيرف. لو حصل ليجن هنا الكلينيكال فيتشرز بتاعتها بتبقى سباستيستي ريفلكس بابينسكي الباور ديمينيشد بلانتر اكس تنسور ابسنت. الانفولنتري موفمنت هنا ابسنت هنا بريزنت. لو انا بشوف على الكلينيكال فيتشرز هنا ريجيديتي ليد بايب اور كوب ويل. الريفلكس بيبقى نورمال يوجوالي نوت افكتد الباور في الاكسترا بيراميدال. بيبقى هنا الانفولنتري موفمنت بريزنت طبعا ده بيبقى معاها زي ما بنشوف حالات البيزر جانجليا او بنشوف في حالات الايه الديسكاليزي.